غير دابا جاي للمسجد وقلت نطلو نشوف هذا المعجزة ديال الله سبحانه الله، هذه القدرة ديال الإلهي، هذه غير حاجة بسيطة كيوريها للعباد لعله وعسى يتقوا الله، لعله وعسى الناس تقى الله، تقى الله شوية وتعرف باللي راه كاين الله سبحانه الله، هذه معجزة هذه شوية، ونطلب الله نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم الجميع. يلا سيدي السلام عليكم. كل عام هذه القضية، كل عام كاينة. كيفاش جاتكم نتوما هذا المنظر؟ هذا المنظر هذا تيوقع كل عام في مدينة الرباط وخصوصا في الجانب ديال هذا الشاطئ هذا، ظاهرة عادية يمكن خص الناس ديال المقاطعة تحس اللي تيتبع لهم هذا الشاطئ هذا أنهم يديروا واحد الحاجز حائطي الحفاظ على سلامة الساكنة اللي كاينين هنا. كانت مجهودات كبيرة دارتها الدولة في واحد السنتين اللي فاتوا، ولأن كان الماء براسو كانت يوصل حتى لجهة الشانطي الآخر مع الحجر، دابا راه شوية يعني مقارنة على الأيامات الأخرى راه شوية الحمد لله. الله عيد مبارك سعيد بالذكرى المولد النبوي سعيد بألف صحة وسلامة لجميع المغاربة، وتنتمنى التوفيق للجميع.